أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علينا أن الخوف ليس عذرا في إظهار الطاعة للكفار، بينما الإكراه يكون عذرا، كيف يكون هذا بالتمثيل أحسن الله إليكم؟ في فرق بين الخوف والإكراه. الإكراه يجبرونه، يهددون بالقتل، يهددون يمسكونه ويهددونه بالقتل ويرفعون عليه السلاح. أما الخوف يمكن يخاف منهم وهم في بلادهم ما بعد جو ولا شافوا، لكن يسمع الكلام ويسمع التهديد فيخاف منهم فيرتد عن دينه. نعم.